أهلا بكم في المديول السادس من كورسنا على الفيم وير بسفير A6i5 اللي بيتكلم على موضوع النتورك أو الفيرشوال نتورك. عندنا اتعلمنا في المديولز اللي فاتت ازاي نقدر نكريت فيرشوال ماشين وازاي نقدر نعمل لها كونكت بالستورج. عاوزين هنا نتعلم ازاي الفيرشوال ماشين تقدر تعمل كونكت بالعالم الخارجي عندنا، او تتصل بالانترنت او تتصل بالانترنال نتورك او الاكسترنال نتورك عندنا عن طريق النتورك بتاعتنا. النتورك في عالم الفيرشوال هي نفس الكونسبت في عالم الفيزيكال، نفس القواعد اللي بتحكمنا في النتورك بتوين فيزيكال ماشين هي نفس القواعد اللي بتحكمنا واحنا بنتكلم على الفيرشوال ماشين. هنتعلم في المديول ده ايه هي الفيرتشوال نتورك، ايه هي عباره عن السويتشات وايه انواع السويتشات في الفيم وير. هنلاقي في نوع سويتشين اللي هو ستاندرد سويتش والفي دي اس او فيرتشوال ديستريبيوتد سويتش. عندنا عاوزين نشوف الاول يعني ايه فيرتشوال نتورك. عندنا زي ما اتعلمنا وشوفنا قبل كده ان احنا لو فرضنا ان احنا عندنا عالم خارجي أو عالم الإنترنت أو لان خارجية، اللان ديت متصلة معانا عن طريق سويتش، ده سويتش، السويتش ده متصل بينا بالـ ESX سيرفر، ده عبارة عن الـ ESX سيرفر، الـ ESX سيرفر ده متكريت عليه فيرتشوال ماشين. ديت عبارة عن في امز، الفي ام مطلوب عندنا دلوقتي. الفي ام ديت عاوزينها تتصل بالانترنت او بالنتورك اللي موجودة هنا عندي اليوزر ده، او اليوزر ده يقدر يعمل كونكت على الفي ام دي. طيب ازاي نقدر نعمل كونكت بين الاكسترنال يوزر او الاجهزه الفيزيكال مع الاجهزه الفيرشوال اللي موجوده على سيرفر الاي اس اكس اي عندي؟ فيم وير او اي شركه فيرشواليزيشنز عامله عندنا ان السيرفر الاي اس اكس عندنا او سيرفر فيرشواليزيشن اس اكس او اي سيرفر فيرشواليزيشن بيعمل فيرشوال سويتش هنا كده جوه السيرفر الاي اس اكس. السويتش ده بيربط بين الفيرتشوال ماشين وبين العالم الخارجي او السويتش الخارجي عن طريق النتورك او الـ NIC Network Interface الفيزيكال اللي موجود في السيرفر اللي شغال ESX عندي. والنتورك انترفيس ده متصل معانا بالعالم الخارجي عن طريق الفيزيكال سويتش اللي متصل بره بالراوتر وغيره. فمعنى كده ان الكونسبت بتاعتنا ان مثلا في يوزر هنا عنده جهاز فيزيكال عاوز يعمل كونكت على فيرتشوال ماشين، من خلال الجهاز بتاعه بيعمل كونكت على السويتش، من السويتش بيخش على الانترفيس الفيزيكال كارت النتورك الموجود في سيرفر الاي اس اكس. كارت النتورك ده متصل بالسويتش، ده فيرتشوال سويتش عندنا، سواء بيكون ستاندر او ديستريبيوتد سويتش، ده هنعرف الفرق بينهم. السويتش اللي فيرتشوال ده بيتصل بورتات فيه كأنها زي البورتات الموجودة في الفيزيكال سويتش بالظبط، متصلة كل بورت متصل بفيرشوال كارت نتورك داخل الـ VMware عندي. بمعنى كده السويتش بتاع ده بورتاته كتير جدا، ممكن فيه بورتات بتبدأ من 8 إلى 4000 بورت، بورتات كتير أوي ممكن أعملها في فيرشوال جوه السويتش ده، وكل بورت متصل عندي جوه داخل VM. ممكن كل في ام ممكن يكون بها فيها اكتر من كارت نتورك متصل عندي في السويتش. البورتات اللي عندي ديت كل مجموعه من البورتات بنسميها البورت جروب. البورتات عندي لها انواع، في بورتات عاديه زي اللي موجوده في السويتش حاليا دي بنسميها فيرتشوال ماشين بورت، وفي بورتات بتبقى متصله بستورج اللي هي مثلا ايس كازي او سان ستورج، ودي بنسميها الفي كيرنل بورت، وفي بورتات
اللي احنا من خلالها بنقدر نعمل مانج للاي اس اكس اي ككل، ودي بنسميها المانجمنت كونسول عندي، ده الكونسول بتاعي. فمعنى كده السويتش ده ممكن اكريت فيه 3 انواع من البورتات، بورتات بنسميها الفيرشوال بورت، ودي البورتات اللي الفيرشوال ماشين الفيرشوال بتتصل بيها بينها وبعضها وبينها وبين الاس اكس، بورت بيبقى متصل بالداتا او الاستورج الخارجية او الداخلية، ودي بنسميها الفي كيرنل بورت، وفي بورت او اكتر من بورت بنسميه المانجمنت كونسول، وده اللي احنا بنقدر من خلاله نقدر نعمل مانج للـ SXI ككل. هنشوف الكلام ده اكتر تفصيلا في واحنا بنشتغل وبنشوف الكلام ده عملي قدامنا. لو جينا كده عندنا نشوف كده في السلايد ده، السلايد ده من كورس الفي ام وير 4. لو تصور ان احنا عندنا ده سويتش، فيزيكال سويتش، الفيزيكال سويتش ده مربوط بفيزيكال نتورك، الفيزيكال نتورك ده موجود جوه سيرفر فيزيكال اللي هو نازل عليه الـ SXI. السيرفر الفيزيكال ده اللي هو هنا ده فيه سويتشات، السويتشات دي سويتشات فيرتشوال بيسموها الـ Virtual Switch. السويتشات شكل ما شايفين فيها بورتات، كل مجموعة من البورتات بنسميها بورت جروب. بورت جروب دي متصلة بنتورك انترفيس الفيرتشوال اللي موجود جوه الفيرتشوال ماشين بتاعتي. نفس الكونسبت عندي هنا، ممكن يكون عندي السيرفر الفيرتشوال الفيزيكال سوري في اكتر من كارت نتورك فيزيكال متصلين عندي بالسويتش، مفيش مشكلة، وده هنشوف ان هي ليها فايدة كبيرة عندنا، ان هو بيعمل لي لود بالانس بين اكتر من كارت فيزيكال موجود في السيرفر، عشان لو في كارت منهم حصل له اي دروب في الكروت التانية تقدر تشتغل ويحصل لود بالانس عندي. لو شوفنا السيرفر عندي هنا، ده السيرفر فيزيكال موجود فيه اكتر من بورت متصل مع اكتر من سويتش، ده الفيزيكال نتورك انترفيس، كل نتورك انترفيس متصل بسويتش فيرتشوال، يعني معنى كده ان انا ممكن اقدر اكريت اكتر من فيرتشوال سويتش جوه السيرفر، او ممكن اقدر اكريت لغايه 127 فيرتشوال سويتش، وفي كل سويتش اقدر اكريت فيه اكتر من 4000 بورت. طبعا ارقام خرافيه مش موجوده حتى في الفيزيكال نتورك عندي. في اقدر اكريت اكتر من جروب، يعني ديت الفي ام وير جروب دي البورتات اللي بتتصل بالفيرتشوال ماشين، البورت اللي هو سيرفيس كونسول او مانجمنت كونسول، ده الكونسول اللي انا بقدر اعمل مانج دي الاس اكس اي بتاعي من بره، ده اللي هو بيتحط فيه البورت الاي بي الخاص بالاس اكس سيرفر، وفي البورتات بتاع الفي موشن والفي كيرنل دي اللي انا بتصل بيها مع الداتابيز عندي. يعني معنى كده ان انا عندي سويتش متصل بنتورك انترفيس متصل بسيرفر، السيرفر ده عليه سويتشات او سويتش واحد، السويتش ده فيه جروبات بنسميها جروب بورت، والجروبات ديت فيها بورتات عندي، البورتات دي 3 انواع، يا اما يكون فيرتشوال ماشين بورت او في كيرنل بورت او مانجمنت كونسول بورت. لو شفنا كده ديتيلز اكتر على السويتش من جوه، لو فرضنا ان ده فيرتشوال سويتش قدامنا، فيرتشوال سويتش ده داخل له دي البورتات الفيزيكال اللي داخله له، ده بنسميها الاب لينك بورت، دي اللي هي متصله بيه فيزيكال في الكروت الفيزيكال الموجوده في السيرفر اللي متوصله في الفيزيكال سويتش. من الناحيه التانية الفيرتشوال سويتش ده فيه بورتات شكل ما احنا شايفين، كل مجموعة من البورتات ممكن نعملهم مع بعض كأنهم بورت جروب. بورت جروب ده في منهم يا اما فيرتشوال ماشين بورت جروب، ودي اللي هي الانترفيس اللي هيركب فيها الفيرتشوال ماشين هيتصل فيها، او في كيرنل بورت ودي اللي هيتصل بيها الاستورج الخارجية، او سيرفيس كونسول بورت او في المانجمنت كونسول، دي طبعا في الاس اكس اي 5 بنسميها مانجمنت كونسول، اما
في الـ AS64 كنا بنسميها السيرفيس كونسول. دي اللي انا البورت اللي بعمل بيه مانجمنت للـ AS64 ككل مش للسويتش بس. عندي دي التلات انواع الخاصة بالبورتات عندي. طبعا اشهر نوع واكتر نوع في الاستخدام هو الفيرتشوال ماشين بورت، لان ده هو اكثرهم اللي هنستخدم. كل فيرتشوال ماشين يستخدم بورت من البورتات دي. الفي كيرنت بنكريتها بس في حالة ان احنا هنشتغل نعمل كونكت على الايس كازي سيرفر ده ستورج. والسيرفيس كونسول بعملها عشان اقدر اعمل بيها مانج دي الاس اكس اي. عندي باي ديفولت هو بيبقى منزل السيرفيس كونسول ومنزل الفي ام كيرنل في الفيرجن 5 عند باي ديفولت، وفي نفس الوقت مكريت واحد بورت جروب فيه بورتات ما يقارب 256 بورت عندي باي ديفولت جوه الفيرتشوال جروب اللي منزلها ديفولت عندي. في عندي نقطة مهمة جدا، أنا ممكن يكون عندي في السيرفر فيزيكال في أكتر من نتورك انترفيس فيزيكال ممكن أستخدمهم عشان أعمل بيهم كونكت على سويتش واحد جوه اللي قدامنا ده، والسويتش ده بيحتوي كل البورتات دي. أو عندي سيناريو تاني ممكن يكون عندي اكتر من كارت فيزيكال برك في السيرفر، وكل كارت من الكروت دي اكاريت بيه سويتش. السويتش ده ممكن يحتوي نوع معين من الجروبات ديت او كل الانواع دي. بمعنى كده ان انا ممكن استخدم بورت الفيزيكال يعمل كونكت على سويتش واحد او على اكتر من سويتش عندي. ممكن السويتش الواحد ده استخدمه ان انا استخدمه واضيف فيه اكتر من كارت فيزيكال عندي. طبعا الكلام ده مش هيبقى واضح دلوقتي قوي الا لما نيجي نعمله عملي عندنا. لكن قبل ما نعمل عملي عاوزين نشوف ايه انواع السويتشات اللي عندي. عندي نوعين اتنين من السويتشات جوه ال SXI، سواء اي نوع من الانواع 4 او 5، اللي هو ستاندرد سويتش والفيرشوال ديستريبيوتد سويتش. باي ديفولت ال SXI لما ينزل بيكريت لنا ستاندرد سويتش. هو ايه الستاندرد سويتش؟ الستاندرد سويتش هو عبارة عن سويتش بيعمل ربط بين الفيرتشوال ماشين وبين ال SXI المتصل بالنتورك الخارجية على مستوى سيرفر واحد. يعني عندها سيرفر واحد، السيرفر ده بيبقى مكريتين عليه ستاندرد سويتش بيعمل مانج الكول للفيرتشوال ماشين اللي عندي ويعمل لها ربط كونكت مع السيرفر ال SX وبينها وبين النتورك الخارجية. لكن لو انا عندي SX تاني جنب ال SX الاولاني ده، الفيرشوال ماشين اللي موجودة على ال SX الاول ملهاش علاقة بالفيرشوال ماشين الموجودة على ال SX تاني، كل واحدة لها سويتش خاص بيها. الكلام ده طبعا بيختلف تماما لما بشتغل ال Virtual Distributed Switch. ال Virtual Distributed Switch عبارة عن سويتش بيشتغل على مستوى اكتر من سيرفر، بيبقى عبارة عن سويتش واحد اوفر او ثرو اكتر من اي اس اكس سيرفر. يبقى سويتش واحد موجود على اكتر من اي اس اكس، ده بيفيد ان كل الفيرتشوال ماشين الموجوده على اكتر من اي اس اكس كلها بتتصل على سويتش واحد. لو شفنا في الرسم بتاعتي ده ستاندر سويتش. الستاندر سويتش ده 3 سيرفرات فيزيكال، كل سيرفر عنده سويتش والفيرشوال ماشين ديات متصلة بالسويتش ده. نفس الموضوع ده سيرفر فيزيكال عنده سويتش وكل ماشين متصلة بده. طبعا كل ماشين منفصلة عن الماشينز التانية، كل واحدة لها سويتش بيختلف على البورتات وهكذا. لكن في الديستريبيوتد فيرشوال سويتش الموضوع بيختلف. هنا عندي اكتر من اس اكس سيرفر كلهم شغالين بسويتش واحد، وكل الماشين ديت شغالة على نفس السويتش عندي. طبعا نشوف فيه ليه فوايد كتير عندنا لما نشتغل. لموضوع أسهل حاجة إنه بيعملها سيمبليفاي داتا سنتر ادمنستريشن من سويتش واحد، بقدر عن كل المانجمنت للسويتشات ديت، ما محتاجش أغير بورتات. لو الماشينز ديت اتنقلت من اس اكس سيرفر اس اكس سيرفر تاني، هو نفس البورت اللي بتنقل بيه ما بيختلفش عندي. سبورت موضوع الفيلان اللي هنتكلم عليها ديت ديتيلز قدام. بيعمل لي الفيلان، هي نفس الكونسبت الفيلان اللي موجوده في اي ديفايس فيزيكال نتورك شكل سيسكو وغيرها.
بيعمل لي عملية، بيسهل عملية الـ V motions عندي والـ DRS في عملية الـ migrations وعملية الـ V motion الخاصة بالـ high availability. بالإضافة ده بيتيح لي حاجة مهمة اللي هي الثيرد بارتي، إن أنا ممكن أجيب virtual switch من نوع distributed من نوع ثيرد بارتي. يعني إيه ثيرد بارتي؟ شركة سيسكو منزلة عندنا switch virtual، هو نفس سويتشات السيسكو الفيزيكال، نفس الاي او اس لكنه فيرتشوال، وبيتحط على الاي اس اكس سيرفر وبيقدر يعمل فيرتشوال سويتش، ويقدر يعمل مانج الكول للفي ام بتاعتنا عن طريق الفيرتشوال ده. طبعا بيبقى فيه الفيتشر، كل فيتشر موجودة عندنا في سويتشات سيسكو الفيزيكال بتكون موجودة في السيرفر الفيرتشوال ده. طبعا ده متاح بس في الديستريبيوتد فيرتشوال سويتش. لما نيجي نتكلم دلوقتي على الستاندر سويتش، الستاندر سويتش لو شوفنا ايه شكله كده عاوزين نقدر نشوفه الاول. عندنا لو جيت في كونفيجريشن، اجي في نتورك، هلاقي باي ديفولت اس اكس اي لما ينزل، او في ام وير لما تنزل اس اكس اي بيكريت لي ستاندر سويتش، مش بيكريت لي ديستريبيوتد سويتش دلوقتي خالص. بيكريت لي الستاندر سويتش ده، بيكريت لي الفيرشوال ماشين بتاعتها بتتصل فيه باي ديفولت، ده الفيرشوال ماشين اللي نزلناها كلها متصلة بالسويتش ده. لو احنا شوفنا كده بالترتيب، ده الكارت الفيزيكال الخاص بالـ SXI سيرفر الفيزيكال، اسمه VM NIC، ده اسم الكروت الفيزيكال، بتبدأ كلها بزيرو واحد اتنين تلاتة أربعة. لاحظوا الاسم ده بيبدأ بإيه، لأن ده يعرف لنا ده كارت فيرتشوال أو فيزيكال. VM NIC ده يعني معناه إن هو ده كارت نتورك فيزيكال موجود في السيرفر. زيرو ده بداية الترقيم، السرعة بتاعته 100، وفول يعني اللي هي فول أو هاف أو توبلكس أو الكلام ده، نفس الكونسبت الموجود في الفيرتشوال والفيزيكال، نفسه هو واحد. ده الفيرتشوال فيزيكال أدابتور متصل بسويتش، الخط اللي قدامنا العريض ده عبارة عن سويتش. السويتش ده متكريت في جروبات، متكريت هنا نوعين اتنين من الجروبات، الفيرشوال ماشين جروب والفي كيرنل جروب. الفيرشوال ماشين جروب ده فيها اكتر من بورت، باي ديفولت اي فيرشوال ماشين بورت او فيرشوال بورت بيكون فيها ما يقارب 256، ممكن نزودها أكتر من كده بكتير لغاية 4000 وشوية. عندنا الـ Virtual Group دي بيكون لها اسم، باي ديفولت بتنزل باسم VM Network. يعني VM Network دي عبارة Default Name لأي Virtual Machine Group. الـ vKernel ده الـ Default Name للـ Management Network اللي هي الكونسول، اللي بنلاحظه الـ IP بتاعه هو اللي هو الـ IP الـ ASX Server، ده الـ IP اللي بنستخدمه بنعمل مانج ليه. باي ديفولت هو بيكريته بيكريت لي مانجمنت نتورك، وفي نفس الوقت من خلال الفي ام نتورك بورت ده بقدر اعمل بيه كونكت على الستورج عندي. كان في الفيرجن 4 و4.1 كان في نوع تالت، او بنسميه تلات انواع او تلاتة فيزيكال تلاتة جروب، سوري. جروب الاولاني اللي هو الفي ام جروب، الفي كيرنل جروب، والمانجمنت كونسول جروب. حاليا بقى في نوعين اتنين بس، الـ VMware Group اللي هو بنستخدمه عشان نعمل بيه كونكت للـ Virtual Machine، والـ vKernel Group بقت بتعمل دورين اتنين، الدور الأولاني اللي هو بتقدر تعمل بيها كونكت على الـ Storage، والدور التاني اللي احنا بنقدر ندخل بيها ككونسول على الـ SXI Server. ده الـ Default Setup اللي بينزل عندي. لو أنا ده جمعت كده، ده الجروبين اللي عندي اوريدي متكريتين. طيب هل انا ممكن اقدر اكاري جروب اضافيه، او اقدر اكاري فيرتشوال سويتش جديد، او اقدر اضيف اكتر من كروت فيزيكال في نفس السويتش الموجود، او الكلام ده؟ كل الكلام ده متوفر عندي. في عندي تحية كبيرة جدا في الفيرتشوال نتورك عندي،
ممكن اقدر اعمل اكتر من سيناريو عندي استخدمه عشان اقدر اكريت فيرتشوال نتورك عندي. بمعنى اول سيناريو ممكن نشوفه هو عبارة عن ان احنا ممكن يكون عندنا واحد فيزيكال نتورك متصلة بواحد فيرتشوال سويتش، فيرتشوال سويتش ده متكريت فيه اكتر من جروب بورت عندي، سواء فيرتشوال ماشين جروب بورت او في كيرنل جروب بورت. ده اللي هو الستاندر ديزاين. لكن انا ممكن اقدر اعمل سيناريوهات تانية. ممكن اعمل فيرتشوال سويتش داخلي او انترنال لان او برايفت لان. البرايفت لان ديت يعني سويتش داخلي لكن مش متصل بفيزيكال نتورك انترفيس، يعني ما ينفعش يبقى في كونكت بينه وبين الفيرتشوال نتورك او بين الفي ام وير نتورك اللي هي الفيرتشوال ماشين بتاعتي وبين العالم الخارجي عندي. طب ده استخدمه فين؟ ده استخدمه لو انا بعمل تيستينج لبرنامج معين عندي للناس الديفلوبر وعندي اكتر من فيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين دي انا عاوز اخليها تتصل ببعضها وبس، مش عاوزه تتصل باي نتورك خارجيه عن الاس اكس سيرفر اللي موجوده عليه. طيب نشوف السيناريو ده يتعمل ازاي عندي، وبعدين نشوف السيناريوهات التانية. لو احنا شفنا السيناريو ده، لا ده احنا ده الفيرتشوال ماشين ديت متصله بسويتش، والسويتش ده متصل بفيرتشوال نت فيزيكال نتورك متصله بالعالم الخارجي. طب انا لو عاوز اعمل دلوقتي فيرتشوال جروب بنحط فيها بعض الفيرتشوال ماشين لكن ما تتصلش بالعالم الخارجي، هنعمل ايه؟ هنقول اد نتورك، هنكريت فيرتشوال ماشين بورت او جروب. هنلاقي انا عندي اكتر من فيزيكال نتورك. انا باي ديفولت عندي يا جماعه قبل ما نشتغل عندي 4 كروت فيزيكال موجوده في السيرفر. الكارت الوحيد اللي هو المتصل فعليا هو الكارت الاولاني اللي هو في ام نتورك 0. ال3 كروت التانيين مش متصلين فيزيكال بره عندي، يبقى هم مش متوصلين بكابلات بين الـ ESX سيرفر وبين السويتش الفيزيكال عندي، لكن هنستخدمهم كمان شوية في بعض الأشياء المهمة عندنا دلوقتي. نرجع تاني، عاوزين دلوقتي نكريت فيرتشوال سويتش لكن فيرتشوال سويتش ما بتتصلش بأي نتورك خارجي. هنختار فيرتشوال ماشين، هنكريت فيرتشوال ماشين بورت جروب. هنا انا مش هكريت اي، مش هختار اي فيزيكال نتورك انترفيس، هسيب الديفولت كده واشيل اي اوبشن موجود متصل بيه النتورك انترفيس عندي. هنسميها مثلا انترنال لان. هنا لو انا عاوز اعمل في لان، طبعا الناس اللي عندها خبرة بالفي لان هندخل هنا رقم. طبعا انا مش هستخدم هنا الفي لان خالص. نيكست. لاحظوا الشكل بتاعي يكون بالشكل ده. ده الفيرتشوال ماشين بورت جروب اللي فيها البورتات اللي هنتصل بيها مع الفيرتشوال ماشين، مش متصلة بأي فيزيكال انترفيس ادابتور، فمعنى كده مش هتتصل بأي نتورك خارجية. هيبقى كل الكونكشنز بين الفيرتشوال ماشين اللي هندخلها فيه نوصلها بالسويتش ده بينها وبين بعضها فقط لا غير. طب ازاي نقدر نوصل بقى دلوقتي الفيرتشوال ماشين، ننقلها من هنا نحط بعض الفيرتشوال ماشين. اجي على سبيل المثال مثلا في الويندوز اكس بي ده، اجي في سيتنجز في نتورك ادابتر، الاقي في عندي 2 نتورك، الفي ام نتورك اللي هي الديفولت بورت جروب نتورك او الانترنال لان اللي احنا عملناها جديدة عندنا. نيجي بره نعمل نفس الموضوع في سيرفر سويت. نرجع دلوقتي configurations في السويتش بتاعي، لاحظوا دلوقتي ان الاتنين ماشين دولت بقوا اعضاء في السويتش ده. الاتنين ماشين دولت يقدروا يعملوا كونكت بينهم وبعضهم، لكن ما يقدروش يعملوا كونكت مع اي نتورك تانية عندي، سواء موجودة على نفس السيرفر او سواء موجودة في الاكسترنال نتورك عندي. ده سيناريو من السيناريوهات. طيب سيناريو تاني، هل انا
لو فكرت كده احنا شوفنا ان احنا عندنا 4 كروت فيزيكال نتورك، منهم كارت نتورك فعليا اللي احنا موصلينه بالسويتش عندنا. هل انا ممكن اقدر اضيف اكتر من فيزيكال نتورك انترفيس لنفس السويتش؟ بمعنى اخر، هل انا ممكن اعمل لوب بالانس بين كروت النتورك الفيزيكال وبين السويتش الفيرشوال عندي؟ اه ممكن. طب ايه الفايدة منها؟ الفايدة منها دلوقتي عندنا ان انا بستفاد بالكروت الفيزيكال عندي في عملية اللوب بالانس، بدل ما انا كل النتورك بتاعتي طالعة على كارت واحد، سواء بيعمل لي تقل طبعا ترافيك عالي في النتورك، او بيعمل لي موضوع ما بيعمليش اي موضوع ريدندنسي، ان لو الكارت ده حصل له مشكلة ان الدنيا كلها هتقع عندي، لا ده انا بضيف اكتر من كارت عشان يبقى في موضوع لوب بالانس كي يفرق يوزع السرعة عندي على اكتر من كارت، وفي نفس الوقت يعمل لي موضوع ريدندنسي عندي. طب ازاي نقدر اعمل الموضوع ده؟ باجي هنا من فيزيكال ببروبرتيز للسويتش بتاع الاوريدي موجود اللي هو السويتش 0. السويتش 0 ده متكاريت اوريدي سويتش، السويتش ده باي ديفولت موجود في 120 بورت، ده الفي ام جروب الخاصه بالفيرتشوال ماشين، وده المانجمنت كونسول اللي هي الفي كيرن اللي عندي. اه نفس الكلام الموجود. طيب انا فين بقى كروت النتورك عندي؟ اهي موجود دلوقتي عندي كارت واحد فيزيكال. طب عاوز اكاري كارت تاني؟ اه باجي اختار من هنا الاقي التلات كروت التانيين اللي هم لسه ما انضافوش، نيكست، هنسيبها باي ديفولت الاوبشن ده دلوقتي. ده موضوع حته الفلوفر لو انا عاوز اغير عدد البورتات، او هعمل موضوع فلوفر مين الكارت الاولاني اللي يشتغل ومين الكارت التاني اللي ممكن اخليه ستاند باي، ان واحد يشتغل وواحد يبقى ستاند باي ما يشتغلش، مين اللي يكون في البريورتي الاولاني ان الترافيك يشتغل على مين الاول ومين التاني. الكلام ده هناخده بالتفصيل كمان شويه. فينش دلوقتي بقى عندي 2 كارت نتورك متوصلين بالسويتش 0 عندي اللي هو اول سويتش. الكروت دي شكل ما احنا شايفين بنشوف المعلومات بتاعتها عندنا بشكل كامل. ممكن اعمل ايديت لاي سويتش واغير الاوبشن بتاعه والسرعه بتاعته، او اسيبها اوتو نيجيشن على حسب النتورك المتصل بيها هيقدر يحددها، واعمل كلوز. دلوقتي نشوف دلوقتي اه عندي دلوقتي 2 كارت فيزيكال متوصلين بالسويتش بتاعي اللي هو الاولاني الفيرشوال سويتش 0. ممكن اقدر اضيف اكتر من كارت طول ما احنا عندنا كروت فيزيكال ممكن اضيفها في نفس السويتش عندي. لو عاوز امسحه نرجع نفس الخطوات ونختار من هنا ونعمل ريموف عندي. طيب هل اقدر اكريت سويتش تاني متصل بكارت عندي فيزيكال معايا في النتورك؟ ممكن طبعا. نرجع هنا تاني ات نتورك، هنختار على سبيل المثال فيرتشوال ماشين. عندي دلوقتي اختيارين، ان انا هكريت سويتش جديد وليكن على سبيل المثال ونستخدم فيه النتورك ديت اللي هي كارت الفيزيكال 2 او كارت فيزيكال 3 او الاثنين مع بعض ونعمل بهم سويتش جديد، او ان انا استخدم سويتش تاني. في الحالة ديت انا هكاريت، يبقى في الحالة ديت لو اخترت ده يبقى انا هكاريت فيرتشوال جروب جديدة. لا انا هكاريت سويتش جديد متصل بيه الانترفيس ده، ممكن ناخد متصل باكتر من انترفيس فيزيكال النتورك ديت ونسميها مثلا انترنت لان عملت دلوقتي سويتش جديد خالص، يبقى عندي 3 سويتشات. سويتش الاول ديفولت اللي شغال، سويتش برايفت ده بيتصل بشكل داخلي، وسويتش خارجي برضك نفس السويتش ده لكنه منفصل عنه خالص. مع نفس الوضع لو انا عاوز اضيف فيرتشوال ماشين باجي في البروسيس الخاصه بيها واختار كارت النتورك واختار السويتش الجديد بتاعي او البورت جروب تحديدا اللي اسمها انترنال لان. طب هل اقدر اكريت اكتر من بورت جروب في نفس السويتش؟ ده السويتش بتاع الفيرتشوال. ممكن اكريت اكتر من بورت جروب، يعني انا كريت بورت جروب اسمها كذا، اه ممكن اكريت اكتر من بورت جروب. باجي هنا بروبرتيز، ده البورت جروب الوحيدة الموجودة عندي، أعمل آد ونختار هنا هكاريت بورت جروب من نوع في ام، يعني اللي هي البورت جروب اللي هنعملها اللي يعمل بقى كونكت بيننا وبين الفيرتشوال ماشين، أو أعمل في كيرنل. ولو اخترنا في كيرنل هنا عندي نتفرج عليها في إيه، طبعا فيها حاجات تانية أكتر بكتير،
ده الاسم بتاعها، ده الفيلان. هنستخدم الفيكرن الدافئة. اتفقنا ان الفيكرن الحاليا بتعمل لنا دورين اتنين، يا اما استخدمها عشان اعمل بها كونكت على السيرفر، عامل بها مانجمنت، وفي الحالة دي بنسميها المانجمنت ترافيك او المانجمنت كونسول، او بستخدمها عشان اعمل بيها كونكت على ستورج خارجية او داخلية، او بستخدمها عشان اعمل بيها الفيو موشن والفولدر رانس عندي. ممكن استخدمها في الثلاث حاجات في نفس الوقت، لكن على سبيل المثال لو قلنا ان احنا هنستخدمها في كأنها كونسول، هدخل هنا الاي بي اللي انا هضيفه للسيرفر ده، والاي بي ده يا جماعة احنا ممكن نستخدمه وادخله في الفي ام وير كلاينت واعمل بيه كونكت على السيرفر. يعني السيرفر في حالتها دلوقتي هيكون لي اكتر 2 اي بي اكتر اقدر استخدمهم في عملية المانجمنت، وليكن مثلا 00211 كده. كريت جروب جديدة داخل السويتش 2، يعني معنى كده اقدر اكريت اكتر من جروب في نفس السويتش عندي، سواء جروبات من نوع فيرتشوال ماشين او جروبات من نوع في كيرنل. طب اقدر اكاري جروب تانية وتالتة ورابعة، وممكن احذف بعض الجروبات لو انا لو الجروبات اللي بتتكريت عندي ديت ليها بروبرتس موجودة عندي. نشوف كده الفيرشوال سويتش. لو انا عاوز ازود عدد البورتات الموجودة في الفيرشوال سويتش زيرو اللي موجود باي ديفولت، باي ديفولت هو بينزل عندي دلوقتي ب 120 بورت، لكن المينيمم ممكن ابدا ب 8 بورتات والماكسيمم 4088 بورت. طبعا رقم خرافي كعدد بورتات جوه السويتش الواحد اللي موجود عندي، في حين ان انا ممكن اقدر اكاريت 127 سويتش في نفس الـ ASX سيرفر. طبعا ارقام كبيره جدا ويستحيل ان انا اقدر استخدمها في نفس الوقت. دي البروبرتس الخاصه بالسويتش عندي. في عندنا الـ MTU. الـ MTU ده اللي بيحدد حجم الفريم اللي بتعدي جوه السويتش او بينه وبين الفيزيكال نتورك الموجود في الـ ASX سيرفر. ده حجم معروف وده الديفولت الموجود جوه الـ ASX. ده الـ MTU ده مصطلح موجود في اي فيزيكال نتورك عندي بنقدر نعمل بيه كونكت بيننا وبين الانترنت. ده بيحدد حجم الفريم المعدية بيننا وبين الانترنت. طبعا مش ريكومندت ان احنا نغير الرقم ده اطلاقا الا اذا كنا محتاجينه في الشغل بتاعنا. الجزء الخاص بالسكيورتي، السويتش ده هنعمله سكيورتي اكننا بنعمل السويتش فيزيكال بالظبط. طب ايه السكيورتي الموجود جوه الفيرتشوال سويتش عندي؟ عندي حاجه اسمها بروميسكيوس مود. بروميسكيوس ديت عباره عن بروميسكيوس ده مصطلح برك موجود في النتورك، موجود حتى في كروت النتورك الفيزيكال اللي موجود عندي في اي جهاز او في السويتشات العاديه. هنا بنعمل فيها ايه؟ اكسبت او ريجكت. طب ايه الاكسبت او ريجكت؟ ايه اصلا البروميسكيوس مود ده؟ البروميسكيوس ده يا جماعه عباره عن اسلوب الخاص بالسنيفر، بمعنى ان السويتش ده هل هنخلي كل بورت من البورتات المتصله بالفيرتشوال ماشين تشوف الداتا الخاصة بالبورتات المتصلة فيرتشوال ماشين تانية أو لأ. طبعا ديت لو احنا استخدمناها في حياتنا العملية هتسبب لي إن ممكن أي جهاز متصل في السويتش ده يقدر يشوف كل الترافيك اللي رايح لفيرتشوال ماشينز تانية. ده طبعا ناس الهاكر بتستخدمها تحت مصطلح السنيفر، إن هو يقدر يشوف كل الترافيك اللي رايح اللي داخل السويتش ده ويقدر يعمله كابتشر ويشوف ايه اللي جواه. طبعا باي ديفولت بيعمل لها ريجكت لان ده بيعمل لي ترافيك عالي طبعا ومش سكيور خالص في سكيور الداتا الموجوده جوه السويتش ده. الجزء الثاني اللي هو الماك ادرس اتشينج والفورجيت ترانزميت، الاثنين دول بيتكلموا على موضوع واحد وهو موضوع الماك ادرس اتشينج. باي ديفولت الفيرشوال ماشين لما كريتها بتكريت كاستم
ماك ادرس بتحتفظ بيه بشكل دائم. احنا باي ديفولت في اي كونسبت نتورك الداتا اللي بتعدي عندنا بين جهاز وجهاز بتتكون من جزء كده عندي بيكون فيه السورس اي بي والديستنيشن اي بي والسورس ماك والديستنيشن ماك للمكان اللي بيتكلم بعضه. الداتا ديت عشان تروح بين جهاز وجهاز لازم الخانات ديت يكون فيها الداتا دي، السورس اي بي والديستنيشن اي بي والسورس ماك والديستنيشن ماك. طيب لو انا بعدي بعمل ترافيك داتا بين اتنين فيرتشوال ماشين والماك ادرس بتاع فيرتشوال ماشين معينة اتغير في لحظة من اللحظات لان هو مش ثابت، ممكن يتغير او انا ممكن اخش في البروبرتس الخاصة بالفيرتشوال ماشين واغيرها. اوريكم ازاي ممكن نقدر نغيره بكل بساطة. في الحالة ديت هل الفيرتشوال سويتش ده يقبل الداتا اللي الماك ادرس بتاع الديستنيشن مثلا او بتاع السورس اتغير، هل يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ طبعا كسكيورتي المفترض ما يقبلهاش، ده في الحالات الفيزيكال، لكن حالات الفيرتشوال بيقبلها. ليه؟ مش عشان الفيرتشوال ماشين هتغير الماك بتاعها، لان دي حاله نادره جدا وحاله صعبه. هو ديفولت الفيرتشوال ماشين من ساعه ما بتتكرر بتعمل ماك وبتستمر معاه على طول، لكن هو عامل له هنا اكسبت للخاصيه ديت، يعني معنى كده انه ممكن يستقبل داتا من جهاز الماك ادرس بتاعه اتغير. طب ليه هو عامل اكسبت هنا؟ عاملها هنا اكسبت بهدف ان احنا لو عامل في موشن او عامل كلاستر، الكلاستر لو احنا عارفين ان هو بيبقى عنده اكتر من سيرفر متصلين ب طالعين باي بي واحد وماك ادرس واحد، لكن لو سيرفر منهم وقع فالسيرفر التاني هيشتغل. السيرفر ده مثلا انا كنت بكلم سيرفر واحد بماك ادرس كذا، السيرفر ده وقع فبروح اتصل بسيرفر اتنين، سيرفر طبق اتنين ده الماك ادرس بتاعه اتغير لكن هو عليه نفس الداتا. لو في الحالة ان انا عملت ريجكت معنى كده ان انا لو مش هستفاد بخاصية الكلاسترنج، لان الكلاستر فيه اكتر من سيرفر كل سيرفر ليه ماك. في الحالة ديت يبقى كل الداتا اللي انا كنت بقى استخدمها مع سيرفر لو وقع الماك ادرس اتغير يبقى كده فقدت خاصية الكلاستر عندي، فعشان كده عاملين اكسبت عندي. الخاصيتين دولت خاصة لو انا بعمل الداتا الخارجة من الكلاينت والداتا اللي داخلة للكلاينت، هيعمل لها اكسبت ولا يعمل لها ريجكت. الخاصية البروبرسي التالتة عندي الخاصة بالفيرشوال سويتش موضوع الترافيك شيبينج. ترافيك شيبينج، شيبينج بره ككلمة مصطلح في عالم النتورك، ان انا بقدر اعمل تحديد لحجم الترافيك اللي طالع واللي خارج من السويتش عندي او البورت. باي ديفولت هو عاملين ديسيبل الخاصيه ديت ومش ريكومندد ان انا تعمل لها انيبل، ان انا اقدر اعمل افريج متوسط حجم البند اللي بيطلع من السويتش ده، ممكن استخدمه حتى على مستوى بورت واحد، اقدر اعمل ترافيك شيبنج لبورت واحد متصل بفيرتشوال ماشين معينه. طبعا دي مش هستخدمها الا اذا كانت الفيرتشوال ماشين ديت فيها كريتيكال داتا تستخدم بريسورس عاليه او بريسورس منخفضه واقدر احدد لها الداتا او الشيرد بول من النتورك بتاعتي انترفيس. طبعا بيحدد الحجم الاعلى والافريج والحجم اللي متوسط عندي، باي ديفولت ما غيرش فيها برضه. الجزء الرابع والجزء ده مهم عندي موضوع النتورك تيمينج. النتورك تيمينج ده خاص بموضوع اللوب بالانس عندي والفيل اوفر. احنا شفنا ان السويتش واحد عملت اتصلت بيه باتنين نتورك انترفيس فيزيكال موجودين في السيرفر، ممكن اعمل بيه اكتر من اعمل بيه كونكت باكتر من فيزيكال نتورك موجود في الاس اكس سيرفر بتاعي. طيب عمليه الفلوفر اللي بتحصل بين الاثنين انترفيس ديت ايه اللي بيحكمهم عندي؟ لاحظ ان انا عندي اكتر من اسلوب من اللوب بالانس عندي. يعني الداتا دلوقتي اما تطلع من الفيرتشوال سويتش تتصل بالعالم الخارجي بره، هتستخدم انهي كارت من الكارتين دولت؟ اول اسلوب عندي باي ديفولت المستخدم في عمليه اختيار الفيرتشوال ماشين هتستخدم انهي كارت عندي فيزيكال عشان تعمل بيه كونكت على الاكسترنال نتورك، اللي هو روت بيز اون ذا اوريجينال فيرتشوال بورت اي دي، وهو عباره عن البورت اللي الفيرتشوال ماشين متصله بيه وطلعت من كارت النتورك مثلا على سبيل المثال زيرو، هو ده نفس الكارت اللي هترجع منه عندنا.
النوع التاني لو انا هعمله اللي هو موضوع اللوب بالانسنج، لو انا هستخدم اسلوب تاني في اللوب بالانس بين الكروت النتورك عندي، اللي هو موضوع راوتر بيز اون اي بي هاش، وده ان الفيرتشوال ماشين بتاعتي بتقسم كده بشكل الاي بي هات اللي بتستخدمها، تقول انا هطلع عن طريق الاي بي الاولاني او الاي بي التاني الموجود في الفيرتشوال نتورك عندي. في النوع التالت اللي بيحدده الماك ادس بتاع الفيرتشوال الفيزيكال نتورك سوري، او النوع الرابع اللي هو بيستخدم موضوع الفيلوفر اوردر، بمعنى الفيرتشوال ماشين هتستخدم كارت زيرو لان هو النوع او لان الكارت الاولاني اللي البريورت عندي، او ان انا ممكن اعمل كارت تاني في الستاند باي، فكل الفيرتشوال ماشين هتشتغل على الفيزيكال نتورك ده، ولما الفيرتشوال الفيزيكال نتورك ده يحصل له دروب هيشتغلوا على الستاند باي عندي. نرجع الوضع الديفولت. طب ازاي النتورك عندك تعمل ديتكت تشوف ان الكارت الفيزيكال بتاع ده حصل له داون عشان تقدر تحول على الكارت التاني؟ عن طريق اللينك ستيت، ان هو بتشوف ان هو بلاجن او نوت بلاجن، متوصل بالكيبل او لا. النوع التاني اللي بيتأكد عن طريقه ان الكارت الفيزيكال عندي شغال او مش شغال عشان يقدر ينقل بين الكارت الاكتف وبين الكارت الباسيف. النوع التاني ده بيبقى عبارة عن ان الفيرتشوال سويتش بيعمل بينج ترافيك على الفيزيكال انترفيس ويشوف انهي انترفيس شغال عن طريق البينج، ان فيه يعمل معاه ريبلاي او لا. لو الفيزيكال انترفيس ده حصل له دروب والبنج وقع هيشتغل على الكارت التاني. في عدم موضوع ان توفينج السويتش، لما اللينك ده يقع السويتش يعرف وكل البورتات اللي عنده تعرف ان ان الانترفيس ده وقع. موضوع الفيل باك، الفيل باك ده عبارة عن يس او نو. لو انا عندي دلوقتي مثلا على سبيل المثال الكارت ده كان هو اللي شغال، حصل له دروب، اشتغلنا على الكارت التاني، لو الكارت الاولاني ده رجع هل احنا نرجع كل الترافيك على الكارت الاولاني ولا نفضل شغالين على الكارت التاني؟ ده على حسب ما احنا هنشتغل. لو عاملين يس هي كل الكونكشن هترجع للكارت الاولاني تاني. دي كلها كانت عبارة عن البروبرتس الخاصة بالفيرشوال سويتش عندي. لو جينا نتكلم على البروبرتس الخاصة بالفيرشوال في ام وير، او سوري الفيرشوال ماشين بورت جروب، لو جينا فتحناها نقدر من غير من هنا الاسم الخاص بالفيرشوال ماشين بورت جروب، لو هنعمل فيلان نغيرها هنا. السكيورتي نفس الاوبشن، فمعنى كده ان انا ممكن اقدر اعمل البوليسي على اكتر من مستوى. لاحظوا هي نفس البوليسي الموجوده على الفيرتشوال سويتش، معناه ان انا اقدر عندي 3 مستويات اقدر اطبق بيها السكيورتي والشيبنج والفيل اوفر، يا اما على مستوى السويتش كله او على مستوى مجموعه من الجروبات او جروب عندي موجود فيها مجموعه من البورتات، او على مستوى بورت واحد. نفس الوضع لو جيت هنا في الفي كيرنل، لكن طبعا الفي كيرنل او المانجمنت ترافيك بتاعي بيختلف شوية، ان هو بيبقى فيه خاصية موضوع الاي بي اللي هنعمل بيه كونكت على الاستورج، او بنعمل بيه كونكت على الاس اكس كمانجمنت، لكن التلاتة تيبس اللي هما سكيورتي وترافيك شيبينج ونتورك تيمين هما نفس الوضع عندي. لاحظوا الاوبشن ده، الاوبشن ده اللي هو موضوع الاوفر ريت سويتش في الاوفر اوردرنج، يعني بمعنى ان انا لو عملت اي اوبشن موجود في السويتش هيتطبق على البورت جروب لانها طبعا تحت في الليفل تحت عندي. نفس الوضع هيتطبق البولس الموجوده على الفيرتشوال سويتش على البورتات اللي موجوده عندي جوه السويتش. لو عاوز انا اعمل انيبل للاي بي فيرجن 6 باجي هنا في بروبرتيز وبختار انيبل الاي بي فيرجن 6، لو يبقى احنا كده قدرنا نقدر كريتنا الستاندرد سويتش. شفنا ازاي نقدر نكريت سويتش داخلي او سويتش خارجي، وقدرنا نشوف نقدر نعمل لوب بالانس بين اكتر من انترفيس فيزيكال داخل السويتش، قدرنا نقدر نكريت اكتر من بورت جروب، وشوفنا البروبرتس الخاصة بالفيرشوال سويتش والبورت جروب عندي.
النوع التاني من السويتشات اللي هو الـ Virtual Distributed Switch. تعرفنا في سلايد سابق إن الـ Virtual Distributed Switch هو عبارة عن سويتش Virtual بيقدر يعمل كونكت بين أكتر من Virtual Machine موجودة على أكتر من ASX مختلفة. فلو عندي ASX 1 و ASX 2 عليهم Virtual Machine، كل الـ Virtual Machine ديت متصلة عندي داخل سويتش واحد اللي هو Distributed Switch. Distributed Switch ده يا جماعة ما بيشتغلش طبعا إلا إذا كنت عندي أكتر من سويتش ASX سيرفر بتعمل لهم مانج عن طريق Virtual Center عندي. فلو ما عنديش Virtual Center مش هقدر أعمل Virtual Distributed Switch. فلازم الأول عشان أقدر أعمل Virtual Distributed Switch لازم عندي أكتر من ASX متصلين كلهم مانج من خلال كونسول واحد الخاص بالـ Virtual Center عندي، وبعد كده بعمل Install وأعمل Enable لخاصية الـ VDS عندي. باي ديفولت الـ VDS ما بيكونش نازل عندي جوه الـ vCenter عندي. طيب إزاي نقدر نعمل VDS؟ لو جيت كده هنا كده، لو هاجي في الـ Virtual Distributed Switch هقول لها ما عنديش أي Virtual Distributed Switch، ولو عايز تقدر كاريتها روح في الـ Inventory في الـ Network. إزاي؟ أجي هنا من Inventory، أجي جزء خاص بالـ Network عندي. لما أجي جزء خاص بالـ Network عندي بيجيب لي السويتشات الـ Standard. دي السويتشات الـ Standard بتاعتي اللي أنا كاريتها، دي اللي بقى ديفولت اللي متكاريتها، ودي السويتشات التانية اللي موجودة عندي. حتى لو أشوف السمر بتاعها، الـ Virtual Machine المتصلة بالسويتش ده، الـ Host المتصل بالسويتش ده، و Task والـ Permissions نفس الوضع. لو أشوف هنا لو عندي أكتر أي Virtual Machine متصلة بالسويتش ده والسويتش ده، وراك نشوف إيه الـ Virtual Machine متصلة بيه والـ SX Server متصلة بيه. طيب ده الـ Standard Switch. لو أنا عاوز أكاريت بقى Virtual Switch، Virtual Distributed Switch، نيجي هنا كده بعمل Right Click نعمل New vSphere Distributed Switch. بيقول لي نوع السويتش ده، هل هتعمله فيرجن 5 ولا فيرجن 4 ولا فيرجن 4.1؟ ده عبارة عن الفيرتشوال سويتش ده هنعمله كومباتبل مع مين. هل هنعمله كومباتبل مع الـ ASXi 5 ولا الـ ASXi 4 ولا الـ ASXi 4.1؟ ايه الاختلاف هنا؟ الاختلاف في الفيتشر، ان الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش في 5 في فيتشر زيادة، اللي هي مثلا على سبيل المثال يوزر ديفاين والريسورس بول مش موجودة مثلا في فيرجن 4.1، والفيتشر دي مش موجودة في فيرجن 4 وهكذا. طبعا احنا هنستخدم أعلى حاجة وأحدث حاجة، اللي هي هنستخدم إن احنا كارت ديستريبيوتد سويتش يشتغل على ASXi فيرجن 5. أول أوبشنز عندي بيسألهولي ده اسم السويتش، هنسميه مثلا على سبيل المثال DVS Distributed Virtual Switch. بيقول لي هنا عدد البورتات الفيزيكال اللي موجودة في السيرفر، يعني السيرفر الـ ASX بتاعي فيه كام بورت فيزيكال. طبعا دي الكروت الفيزيكال. طبعا انا عندي باي ديفولت 4 كروت فيزيكال موجودين عندي، ممكن ازود وممكن اقلل على حسب حالة السيرفر الفيزيكال عندي. ده غير البورتات الفيرشوال. البورتات الفيرشوال اللي عندنا اقدر ازود فيها عدد كبير جدا عندي. هعمل نكست. بيقول لي هتضيف سيرفرات الـ ASX جوه الـ Virtual Distributed Switch دلوقتي ولا ممكن أضيفها بعد كده؟ ممكن أضيف أوريدي دلوقتي الـ Virtual Switch، الـ Distributed Switch أضيف فيهم السيرفرات عندي. بيبان لي دلوقتي السيرفر مثلا ASX 1 اللي هو 201 ده مش ظاهر لي في أي كروت نتورك، والسيرفر التاني ظاهر فيه كروت نتورك. ليه مش ظاهر لي أي كروت نتورك؟ لان كل كروت النتورك اللي موجوده في السيرفر الاولاني مستخدمه كانها في السويتشات الستاندر. اما السيرفر الثاني ففي 3 كروت اوريدي فيزيكال موجودين، والكارت الرابع مستخدم ك في سويتش الستاندر عندي. طيب لو انا دلوقتي عاوز الكروت دي تظهر عندي هعمل ايه؟ ارجع، ممكن اجي من هنا امسح الفيرتشوال سويتش ده او ارجع عندي ستاندرد سويتش واعمل ريموف
للفيرشوال ستاندر سويتش. واجي هنا على سبيل المثال اسيب بس كارت فيزيكال متصل مع النتورك بتاعتي بالشكل ده. ارجع تاني للنتورك انفنتوري، اجي كاريت ديستريبيوتد سويتش، عدد كروت الفيزيكال نيكست. دلوقتي لما اجي اضيف السيرفر بتاعي الاقي دلوقتي ان السيرفر الاولاني فيه 3 افيلابل فيرتشوال فيزيكال نتورك انترفيس، السيرفر التاني برك فيه 3 فيزيكال نتورك انترفيس. ممكن اشوف الديتيلز الخاصة بالكارت، بيجيب لي كل الديتيلز الخاصة بيه. ممكن اضيف السيرفر ده دلوقتي، او ممكن اعمل نيكست واسيبها بعد كده اضيفها عندي مانيوال زي ما انا عاوز، مفيش اي مشكلة عندي. ممكن اضيفها بعد كده واوريكم ازاي نقدر نضيفها بعد كده. نيكست. هل اكاري جروب بورت ولا لا؟ احنا كارينا سويتش اللي هو اسمه دي الفي دي اس. طب هكاري بورت جروب ولا لا؟ ممكن اكاريتها دلوقتي او ممكن ما كاريتهاش، براحتي برك نفس الوضع اللي انا عاوزه. ممكن ما كاريتهاش، لكن ما كاريتش سويتشات البورت جروب ده، او ما ضفتش السيرفرات بتاعت جواه عشان نشوف ازاي نقدر نكاريتها بشكل مانوال عندي. يعني ممكن اسيبها ان انا اقدر اتكاريت اضيف السيرفرات جوه الفيرتشوال ديستريبيوتور جروب، واقدر اكاريت بورت جروب في الويزارد ده، او اضيفها بعد كده مانوال. ازاي مانوال؟ لاحظوا ده عباره عن اسم السويتش ديستريبيوتور سويتش، وده البورتات الاب لينك اللي هم 4 بورتات او الاربعه كارت نتورك اللي انا عاملهم عندي. طيب لو انا عايز اضيف السيرفرات بقدر اعمل من هنا اد هوست، الاقي نفس الشكل اللي كان ظاهر عندي. طيب السيرفر ده والسيرفر ده هضيف فيه اكتر من كارت ولا كارت واحد عندي؟ ممكن استخدم كارت واحد او اكتر من كارت. في الحالة دي لاحظوا ان هيظهر لي الكارت اللي هو ما كانش ظاهر عندي في الاول، اللي هو متصل بالستاندرد سويتش عندي، ممكن استخدمه او ممكن ما استخدموش. ممكن اضيف كارتين في كل انترفيس عندي. نيكست. لما اضيف السيرفر دلوقتي بيقول لي ده في مشكلة عندك، ان انت دلوقتي في عندك كارت اللي هو الاولاني فيزيكال المتصل بالسويتش الستاندر، هارس الانترفيس ده اوريدي متصل بيه فيرتشوال ماشين، وفي نفس الوقت عليه الفي كيرنل اللي احنا مستخدمينها عشان نعمل بقى كونكت على الاس اكس سيرفر. هل هتعمل لها مايجريشن ولا مش هتعمل لها مايجريشن عندي؟ اوكي، انا مش هعمل لها مايجريشن دلوقتي، هنشوف كمان شويه ازاي نقدر نعمل مايجريشن لكارت نتورك عليه فيرتشوال ماشين، ان الفيرتشوال ماشين ديت من الستاندرد سويتش الى الديستريبيوتد سويتش. فانا اختار دلوقتي ان استخدم كروت مش متصله مع السويتشات الخاصه بينا دلوقتي اللي هي ديت، هتعمل لها مايجريشن او لا؟ طبعا مش هنقدر نعمل لها مايجريشن لان انا ما عنديش لسه بورتو جروب، فلسه ما نيجي نعمل بورتو جروب هنقدر تظهر عندي الاوبشن ده، فمش هعمل مايجريشن لاي حاجه دلوقتي. ولو عندي فيرتشوال ماشين مش هعمل لها مايجريشن برضك لان ما عنديش بورتو جروب حاليا. هنشوف ازاي نقدر نعمل مايجريشن كمان شويه. ده بيجيب لي الشكل اللي هيظهر بعد كده عندنا في الماب. دلوقتي ضفت السيرفرات لكن ما ضفتش لسه بورتو جروب. عشان انقل بقى الفيرشوال ماشينز الموجوده في الستاندر سويتش عشان احولها على الديستريبيوتد سويتش، لازم الاول اكاري بورتو جروب. طب ازاي نقدر نكاري بورتو جروب؟ نكاريتها بشكل مانوال، نيو بورتو جروب. باخدها واحده واحده معاكم عشان نشوف عالم عندنا ازاي بنقدر نكريتها مانوال، او اقدر ازاي اكريت اكتر من اضيف اكتر من سيرفر عندي جوه الديستريبيوتد فيرتشوال سويتش، او اقدر اكريت اكتر من بورت جروب. لو قلنا مثلا دي في اس جروب ده عدد البورتات اللي هتكون جوه الجروب ديت، ولو هستخدم فيلان عندي ده البورتو جروب اللي عندي. خلاص عملنا البورتو جروب. في الحالة دي اقدر اعمل ميرج للماشينز اللي موجودة في على السويتش ده اللي هو السويتش الستاندر
الى سويتش ديستريبيوتد. ازاي؟ بعمل هنا رايت كليك، اعمل مايجريت فيرتشوال ماشين نتورك. بيسالني هنا على السورس نتورك، يوريني هنا السويتشات او البورت جروب اللي موجوده عندي. بيقول لي احنا ننقل ايه الفيرتشوال ماشين اللي هنقلها المتصله بالنتورك ديت، هنقلها على النتورك اللي موجوده على الديستريبيوتد فيرتشوال سويتش. ف باي ديفولت ده الفي ام نتورك، ده الديفولت بورت جروب او الديفولت سويتش الاولاني الموجود على الستاندرد سويتش. كل الماشين المتصله بيها هتتنقل على السويتش اللي من نوع ديستريبيوتد فيرتشوال جروب، ديستريبيوتد فيرتشوال سويتش اللي موجود فيه جروب اسمها دي في اس جروب. نكست. بيجيب لي هنا لسته بكل الماشينز اللي متصله، كانت متصله بالفي ام سويتش او الفي ام جروب الاولانيه اللي موجوده في الستاندرد سويتش، اقدر احددها كلها. نكست فينش. دلوقتي كل الماشينز دي هتتنقل من الستاندرد سويتش الى الديستريبيوت سويتش في الجروب اللي اسمها دي في اس جروب. عملية كلها في بروسيسنج حاليا بتتم عشان اقدر اشوف الفيرشوال ماشين اللي هتتنقل عندي. باجي هنا كده هيظهر عندي الفيرشوال ماشين كلها بتتنقل من هنا الى هنا. دلوقتي 5 فيرشوال ماشين اللي كانت موجودة في السويتش الستاندر اتنقلت عندي في السويتش الديستريبيوت عندي. بقى دلوقتي قدرنا نشوف ازاي نقدر نضيف سيرفر، ازاي اقدر اكريت بورتو جروب، اقدر اكريت اكتر من بورتو جروب، وازاي اقدر اعمل مايجريت للفيرشوال ماشين اللي شغاله في الستاندر الى الفيرشوال ماشين اللي هتشتغل على الديستريبيوتد سويتش عندي. طيب لو احنا عاوزين نضيف اكتر من كارت نتورك عندي، لو احنا شفنا السيرفر بتاعي فيه 4 كروت نتورك، طب ال4 كروت نتورك اللي احنا ضفنا كارت نتورك واحد بين كل سيرفر وبين الديستريبيوتد سويتش، لو انا عاوز اقدر اضيف اكتر من كارت نتورك تاني بختار السيرفرات، بيظهر هنا كروت تاني. طيب لو انا عاوز اختار الكروت اللي هي متصله بالسويتش الستاندر، طب ايه هستفاد بيها ايه؟ انا اوريدي نقلت الفيرشوال ماشين اللي كانت موجوده في الستاندر سويتش ده الى الديستريبيوتد سويتش. استفاد بيها ان انا لسه في عندي اللي هي المانجمنت كونسول الخاصه بالسيرفر اللي بعمل بيها الاي بي اللي بعمل بيه مانجمنت للسيرفر، وفي نفس الوقت الفيكرنر اللي هو انا الكارت النتورك ده بعمل بيه في موشن او بستخدمه عشان اعمل بيه كونكت على الاستورج سان او اس كاز. طب عاوز انقلها، فبختار هنا الكارت النتورك الخاص بالسويتش الستاندر اللي فيه الكلام ده كله واعمل نيكست. بيجيب لي التحذير اهوت ان الكارت ده متصل ب مانجمنت كونسول اللي هو الترافيك مانجمنت ترافيك. انا هعمل له مايجريت في الحاله دي، طبعا اقدر اعمل له مايجريت، لكن طبعا لاحظوا يا جماعه النهارده الحته دي في غايه الخطوره واي دروب فيها بيعمل لنا مشاكل كتير. ان هو دلوقتي هينقل الكارت اللي متصل اللي احنا متصلين بيه على الاي اس اكس سيرفر، هينقله من سويتش لسويتش. فلاحظوا الكونسول بتاعنا هيتنقل، يعني اكنه يحصل له ديسكونكت وريكونكت من سويتش لسويتش تاني. ففي الحالة دي ممكن يحصل دروب في الكونكشن بين الـ SSH سيرفر وبين الـ S أو بين الكلاينت اللي احنا بنعمل بيه مانج أو بين الـ V سنتر عندي. فالحتة دي في غاية الخطورة. لو أنا عندي فيرشوال ماشين عاوز أنقلها، أي فيرشوال ماشين تاني لسه ما اتنقلتش هنقلها في المرحلة دي كمان، أو ممكن أسيبها وأكتفي إن أنا هنقل بس الـ V كيرنل والـ Management Traffic. الكونكشن إلى حد ما هيفصل ويرجع تاني، مش بياخد ثواني، مش هنحس بيه حتى. الفيرشوال ماشين الباقية اللي كانت متصلة عندي في النتورك الفيرشوال نتورك السويتش القديم اللي هو الستاندر اتنقلت إلى السويتش الديستريبيوتد بالإضافة إلى الفي كيرنل والترافيك كونسول عندي أو المانجمنت كونسول. دلوقتي لو جيت هنا فيرشوال ماشين مش هلاقي اي فيرشوال ماشين متصله بيه الستاندرد سويتش،
كل الـ Virtual Machine بقت متصلة مع الـ Distributed Switch عندي. لو رجعت دلوقتي ليه السيرفر، هنشوف الـ vKernel Console. الـ vKernel Console يا جماعة دلوقتي مبقتش موجودة في الستاندر خلاص، مفيش حتى أساسا أي Physical Network Interface متصل بيه السويتش الستاندر. هو مكاري جروب، بس الجروب دي فاضية، يعني ممكن حتى أجي من هنا كده أمسحها وملهاش أي لازمة دلوقتي، لأن مش متصل معاها أي Virtual Machine ولا متصل بيها الـ vKernel أو أي حاجة. لكن لما أجي طبعا على الـ Distributed Switch، ألاقي دلوقتي ده الكورت نتورك للفيزيكال اللي أنا عملت بيها كونكت على السويتش. السويتش اللي قدامنا باللون ده، ده عبارة عن Distributed Switch متصل بكارتين اتنين باللون الأزرق الأخضر. الأخضر ده هو اللي شغال، تبع الكورت التانية مش متوصلة، أو إحنا مش عاملينها آد جوه السيرفر بين السيرفر وبين الـ Distributed Switch. ده الـ vKernel اللي هو اللي بنعمل بيه مانجمنت للسيرفر الأولاني، وده الماشينز اللي احنا متصلين بيها حاليا عن طريق الـ Distributed Switch. أي ماشين بتبقى شغالة هيبقى لها علامة الخضراء إن هي متصلة دلوقتي عندنا، أي ماشين مش شغالة هتبقى بالعلامة البيضاء. طبعا بيديه شكل جميل جدا في عملية المانجمنت عندي. من جزء الخاص بالكونفيجريشن، من اقناع اقدر اعمل مانجمنت للديستريبيوتد سويتش اللي انا كريته اوريدي من جزء الخاص بالانفنتوري نتورك. ممكن اقدر اكريت فيرتشوال ماشين جروب او في كيرنل جروب جديده، اكريت في كيرنل جروب وشوف هنستخدمها في الفيو موشن ولا الفولتر رانس، ولا هنستخدمها في المانجمنت كونسول بشكل ما انا عاوز. يبقى عندي اكتر من في كيرنل جروب تانية، او اعمل مايجريت لفيرشوال ماشين او فيرشوال ادابتور كان موجود بالفعل، انقله على الديستريبيوت سويتش. لو انا عندي في كيرنل كانت قديمة موجودة في ستاندر سويتش، انقلها دلوقتي عندي في الديستريبيوت سويتش. طبعا عملناها، ما عنديش في كيرنل تانية. ممكن اعمل مانجمنت للفيزيكال نتورك، ممكن اضيف فيزيكال نتورك او احذف في فيزيكال نتورك. طبعا عندي اتنين فيزيكال نتورك ممكن امسحهم، او اعمل اضافة للكروت التانية للفيزيكال بتاعي. ممكن اضيف الاربع كروت وامسحهم، يعني ممكن اضيفهم من هنا او ممكن اضيفهم من الجزء الخاص بالانفنتوري نتورك، من هنا او من هنا مفيش اي مشكلة عندي. دلوقتي الاربع كروت ظهروا، بقوا من الاربعة اونلاين متصلين بيه الفيرشوال ماشين ديت. الفيرشوال ماشين انا طافيها دلوقتي، لكن الكارت الوحيد اللي انا متصل بيه اللي هو عبارة عن الكارت اللي بعمل بيه مانجمنت للـ SXI عندي. لو عاوز اعد غير عدد البورتات اللي عندي، ممكن ازود واقلل عدد البورتات اللي موجودة في الفيرشوال سويتش عندي. لا عاوز نعمل بركة enable للـ IP version 6، نعمل من هنا enable IP version 6. ده الديستريبيوتد سويتش الموجود عندي، نفس الوضع موجود في السيرفر التاني. كونفيجريشن ديستريبيوتد فيرشوال سويتش، على الفيرشوال ماشين اللي اتنقلت هنا. ده الفي كيرنل اللي بنعمل بيه مانجمنت هنا. ده الفيرشوال ماشين الموجود على السيرفر ده متصل بالفي سويتش. ده بيورينا هنا ان السيرفر ده متصل بالفي الديستريبيوتد سويتش عن طريق اتنين نتورك انترفيس. لو عاوزين نزوده ممكن نزود من هنا كروت فيزيكال تانية تتصل بيه الديستريبيوتد فيرشوال سويتش على السيرفر اتنين عندي. نفس الكونفيجريشن الموجودة على الأول هي نفس الكونفيجريشن الموجودة على التاني في الفيرشوال ديستريبيوتد سويتش. لو رجعنا تاني للديستريبيوتد فيرشوال سويتش، احنا دلوقتي شوفنا ازاي نقدر نضيف هوست جديد جوه الديستريبيوتد فيرشوال سويتش. اقدر اعمل مانج ليست للهوست نفسه، اقدر اضيف فيه كروت الفيزيكال اعمل بقى كونكت لل ديستريبيوتد فيرتشوال سويتش. اقدر اكريت بورتو جروب تانية، اقدر اعمل مانج البورتو جروب. ده هنشوف ان احنا ممكن نغير البروبرتيز الخاصة بالبورتو جروب، هنشوفها كمان شوية. ده البروبرتيز الخاصة بالفيرتشوال بورتو جروب عندي. اقدر اعمل edit settings، ده settings الخاصة بالسويتش هنشوفها برضه. اقدر اعمل migration لل virtual machine الموجودة في الستاندر سويتش الى distributed switch.
واقدر اعمل ريموف ليها او رينيم وهكذا. ده الابلينك عندي، ده الابلينك عندي 8 ابلينك. طبعا الـ8 ابلينك دولت اللي هما الفيزيكال انترفيس الموجود عندي. انا منضاف منهم دلوقتي 6، 4 في السيرفر الاولاني و2 في السيرفر التاني. هنا الاتنين مش متصلين دلوقتي بديستريبيوتد سويتش في السيرفر التاني، بيجيب لي موجودين في انهي سيرفر. ده السيرفر الاولاني ودولت بتوع السيرفر التاني، وحالتهم اب ولا داون، هل احنا عاملين لهم فيلان والفيلان نوعها ايه وهكذا. ممكن اعمل ستارت مونيتورنج ويجيب لي الترافيك اللي طالع واللي داخل للانترفيس الفيزيكال ده عندي. طبعا بيجيب لي ديتيلز كتيرة جدا عندي. هنا بيجيب لي الهوست، بيقول لي الهوست ده متصل في كروت النتورك الفيزيكال، متصل هنا انهي هوست متصلين واخدين منه كروت فيزيكال. لو عاملين فيه تاسك او ايفنت بتحصل، لو في الارم بيحصل، لو عامل بيرميشنز الناس تقدر تعمل مانج للديستريبيوتد فيرتشوال سويتش بتاعي. لو جيت على مستوى السويتش في الديتيلز الخاصة بيه، الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش في بعض الاوبشنز الموجودة عندي. في الجزء الخاص بالسامري بيجيب لي الفيرشن الخاصة بيه ومتصل بيه ان اكتر من عدد الهوستس المتصلة بيه، عدد الفيرشوال ماشين المتصلة، عدد النتورك والتوتال بورت والافيلابل بورت. من هنا كنا شوفنا ازاي نقدر نضيف هوست داخل الديستريبيوتر سويتش. اقدر اعمل مانج الهوست ده، اقدر كاري جروب، واقدر اعمل مايجريشنز، ولسه هنشوف الاوبشن ده كمان شوية. ده بيجيب لي الابلينك بورت اللي هما الفيزيكال بورت الموجود عندي، وبيوريني الدي في اس جروب اللي متصلة اللي بنعمل بقى كونكت، اللي فيها البورتات اللي بتعمل بقى كونكت على الفيرتشوال ماشين. هنا بيجيب لي البورتات بشكل كامل. البورتات هنا نوعين اتنين، الأبل لينك بورت اللي هي ديت، اللي هي عبارة عن 8 بورتات اللي هما الفيزيكال بورت الموجودين في السيرفر الفيزيكال اللي هما 8 دلوقتي، في منهم 6 شغالين و4 في السيرفر الأولاني و2 في السيرفر التاني، وحالتهم أب أو داون، وشغالين فيلان والفيلان دي قد إيه. ممكن أعمل ستارت مونيتورنج بيجيب لي كل الترافيك اللي داخل واللي خارج بالتفصيل، بيجيب لي الهوست اللي موجود فيه الابلينك. فهنا البورتات الموجودة في السويتش ده، منها الابلينك ده الفيزيكال، ومنها البورتات العادية اللي متصل بيها الفيرشوال ماشين العادية بتاعتي. ورق بيجيب لي ديتيلز كتير جدا الحالة بتاعتها، والاب والداون والسند والريسيف. ده لو عمل ستارت مونيتورنج هيجيب لي كل الترافيك اللي داخل واللي خارج عندي، بيجيب لي معلومات ضخمة جدا عندي. Resource Allocation ده هنتكلم فيها قدام في Topics Advanced في Network اللي هي خاصة بموضوع ال Network ال IO Control. ده عندي Advanced Topics هنتكلم عليها بعدين. Configuration ده بيجيب لي شكل ظريف جدا، بيعمل لي ماب كده للنتورك الخاصة بيا او السويتش، الديستريبيوتر سويتش. بيجيب لي الديستريبيوتر سويتش والبورتات والسويتش، البورتات المتصله بيه سواء من نوع في كيرنل بورت او فيرتشوال ماشين بورت. بيجيب لي انا بورتات شغاله وانا بورتات مش شغاله. بيجيب لي هنا لو ضغطت هنا ديتيلز، الانترفيس ده متوصل في فيرتشوال بورت كام، في انهي جروب، حالته اب ولا داون، والماك ادرس بتاعه، والاي بي، والسبنت ماسك، وكل حاجه. هنا بيجيب لي البورتات الاب والبورتات الفيزيكال الاب والداون موجود عندي. ده السويتش بيبقى بيديني شكل ظريف جدا. ممكن اعمل زوم اكبر واصغر عندي واجيب معلومات عن السويتش الفيزيكال. لاحظوا في عندي خاصيه موجوده في الانترفيس الفيزيكال عندي، اللي هي حاجة اسمها السي دي بي أو سيسكو ديسكفر بروتوكول. ده بروتوكول بيكون على السويتشات السيسكو، بيجيب لي معلومات عن البورتات الأكتيف والبورتات اللي مش أكتيف الموجودة في السويتشات. باي ديفولت البروتوكول ده شغال على الفيزيكال بورت اللي موجودة عندي جوه الـ ASX سيرفر. هنا أقدر أعمل مانج ورك أد هوست ومانج هوست، اللي هي نفس الأوبشن الموجودة
في المنيو عندنا. في الفيرشوال ماشين اقدر اشوف الفيرشوال ماشين اللي متصله بالفيرشوال سويتش، ده فيرشوال ديستريبيوتر سويتش، والهوست المتصله بيه، لو عندي ايفنت وتاسك والارم وبرميشنز وهكذا. ديت الاوبشنز اللي موجوده. طيب فين بقى نقدر نعمل كاستمايزيشنز او بروبرتس الخاصه بالسويتش بتاعي؟ لو عملت عليه رايت كليك وجيت في الداتا سيتنج، ده السيتنجز الخاصه بالسويتش الديستريبيوتد سويتش. باجي هنا في جنرال، ممكن اغير الاسم بتاعه، ممكن ازود عدد البورتات الابلينك عندي، ممكن اسمي البورتات ديت، لو انا عندي اكتر بورت ممكن اسميهم وافرقهم. لو عايز اعمل نوتس هنا في الجزء الخاص بجنرال، ممكن احدد الام تي يو اللي هو نفس الموجود في السويتش الستاندر، حجم الفريم اللي بتعدي جوه الانترفيس او اللي جوه السويتش اللي داخله ولا خارجه منه. لو عاوز اعمل انيبل او ديسيبل للبروتوكول الخاص اللي هو سيسكو ديسكفر بروتوكول، اللي بيقدر يشوف البورتات الاكتيف والباسيف الموجوده على السويتش، ممكن هنا اقدر اشوف اعمل انيبل البورت ده او البروتوكول ده او لا، واقدر اعمله هنا ليسن او ادفايزر ادفرتايز او اعمل له بوست. ده معناها ان انا هعمل ليسن ان انا اعرف المعلومات الخاصه بالفيزيكال سويتش، لكن ما ادلوش اي معلومات عني. لو انا اعمل ادفرتايز ان انا هدي له معلومات عن الفيزيكال سويتش للفيرتشوال سويتش اللي هو سيسكو، بس ما انا ما اعرفش عنه اي معلومات. او اعمل بوست ان انا اقدر اعرف معلومات عنه ويعرف معلومات عندي، وننقل المعلومات ان مين البورتات الاكتف عندك ومين البورتات الاكتف عندي وهكذا. ممكن ادخل ادمنستريشن ادمنستريتور كونتاكت، معلومات الخاصه باسم الادمنستريتور اللي بيعمل مانج دي الفيرتشوال سويتش ده. في النتورك ادابتر بشوف كل هوست سيرفر والكروت اللي احنا النتورك الابلينك اللي متوصله عندنا بيه جوه السويتش ده. الجزء الخاص بالبرايفت لان والنت فلو والبورت مورنج ميرورنج، التلاتة اوبشن ده هيبقى ليهم توبكس خاص بيه خاص بيهم في الادفانسد نتورك عندي، فهنسيبهم قدام عندنا. دي السيتنجز الخاصة بالسويتش. لو شوفنا السيتنجز الخاصة بالأبلينك بورت اللي هي الفيزيكال بورت عندي، هنا جنرال اسم الخاص بالأبلينك بورت اللي هي الفيزيكال بورت المتصلة، اللي هم 4 بورتات اللي هم 8 كتوتال، كل واحد فيه 4. البورس عندي هنا نفس البورس الموجودة في الستاندر بورت الستاندر سويتش اللي هي البروميسكياس والماك ادرس تشينجر وغيرهم. موضوع اللي هعمل شيبنج، بس هنا بيزيد موضوع الشيبنج اللي هو الانكريس والايكريس، اللي هي عباره بقدر اعمل شيبنج هنا اللي داخل واللي خارج، مش بس للاتنين مع بعض. كان في الستاندر سويتش بقدر احدد الاتنين مع بعض، هنا بقدر احدد مور ديتيلز من اللي داخل ومن اللي خارج. الفيلان والفيلان برضه هنتكلم عليها قدام. موضوع الفيلوفر، لو انا هنا بدخل بالتفاصيل في السكيورتي، لو عاوز احدد هنا ترافيك شيبنج الفيلان الفلوفر، نفس الموضوع نفس الاوبشن الموجودة عندي في الستاندر سويتش. لكن اللي بيزيد عندي موضوع الريسورس الوكيشن، الريسورس الوكيشن ده الجزء اللي هو الخاص اللي هنتكلم عليه قدام، اللي هو النتورك اي او، اللي انا اقدر اعمل ريسورس بول، اقدر اخلي كل بورت معين او كل سويتش يستخدم نسبه معينه من الريسورس الخاصه بالنتورك اللي عندي، يعني اكيد بعمل شيبنج كده. الاوبشن ده موجود جديد عندنا في الفيرجن 5. موضوع المونيتورنج اللي عاوز اعمل نت فلو بره هنتكلم عليها قدام. ولو عاوز اعمل موضوع الميسيلينيوس ده، نوع ان انا ممكن اعمل بلوك لكل الانترفيس بورت الموجوده في السويتش عندي. طبعا لو عملتها هنا يبقى كل الانترفيس بورت الموجودة في السويتش بلوك باي ديفولت، بقى كده مفيش اي كونكشن هيشتغل عندي بين الفيرشوال ماشين وبين الانترفيس الخارجي او النتورك الخارجي. لو شفنا السيتنجز الخاصة بالبورت جروب، هنلاقي ده الاسم الخاص بيها، البورتات اللي ممكن ازودها واقللها، ده البورتات الفيرشوال الموجودة في البورت جروب ده اللي بنعمل بقى كونكت بيننا وبين الفيرشوال ماشين.
واقدر اعمل هنا موضوع البندنج بورت، اللي انا اقدر اعمل ستاتيك بندنج بورت، اللي انا ممكن احدد لكل فيرتشوال ماشين بورت معين وتحتفظ بيه بشكل مستمر تشتغل بيه، او ان انا اخليه دايناميك ان كل فيرتشوال ماشين تشتغل تاخد بورت مختلف كل مره. عندي الجزء الخاص بالبوليسي عبارة نفس البوليسي اللي كانت موجودة في الديستريبيوت الستاندر سويتش، موجودة في الديستريبيوتد سويتش، السكيورتي والفيلان وغيرها من الأنواع نفس الموجودة هنا، هي نفس الموجودة في الستاندر سويتش. لكن لاحظ طبعا البوليسي دي تلاحظوا إن هي بتشتغل على أكتر من ليفل، على ليفل السويتش، على ليفل البورت جروب، على ليفل البورتات. عندي بكده شفنا الاوبشن الخاصة بالسويتش، البورت ابليج والبورت جروب. عندي لو جيت في البورت جروب هلاقي عدد البورتات والافيلابل جروب، الافيلابل بورت ده البورتات الموجود عندي، هنا البورتات بس مش الابلينك بورت. فيرشوال ماشين المتصل عندي في البورت جروب، الهوستات المتصل بورت جروب، والايفنت والالارم والتاسك وغيرها. بكده نكون اتعرفنا على الفيرشوال ديستريبيوتد سويتش، ازاي نقدر نكريت فيرشوال ديستريبيوتد سويتش، ازاي نقدر نضيف فيه هوست، وازاي نقدر نضيف فيه كروت فيزيكال لينك او الاب لينك عندنا، ازاي نقدر نكريت بورت جروب، ونقدر نعمل مايجريشنز لفيرتشوال ماشين موجودة في الستاندر سويتش إلى ديستريبيوتد سويتش. عندي بكده نكون انتهينا من مديول 6 اللي بيتكلم على النتورك. موضوع النتورك ما انتهاش، او المديول الخاص بيه ما انتهاش، في ادفانس توبيك هنتعرف عليها بعدين، واللي هي الخاصة بموضوع الفيلان والبرايمري فيلان والبرايفت فيلان. ده موضوع طويل وفيه شرح وفيه انواع كتير، أنواع الفيلان، هل الفيلان برايفت أو بابليك أو ترانك أو فيلان عادية، وهنتعلم النتورك فلو والبورت موريرينج. ده نوعين فيتشر جديدة نازلة في الـ SXI 5 عندنا. شفنا في الكورس ده ايه هي الـ VMware Network، ايه هي أنواع السويتشات، الـ Standard Switch والـ Distributed Switch. كان معاكم مهندس خالد الدسوقي.